ما حصل من تطور في مصر في مجال قطاع الكهرباء، والآن مصر تصدر الكهرباء، من سوى؟ سوت الصين أو سوت سيمنز الألمان؟ مثال، وأنت تريد مثال، أعطيك مثال قريب عليك. والأمريكان منعوا الألمان والسيمنز من أن يستثمروا بالطاقة بالعراق. من يقول ذلك؟ هكذا يقول، تقول الحكومة ويقولون الإخوة في الإطار. لا، الحكومة لا تقول نهائيا، ما سمعت أنا مسؤول حكومي يقول، بس هذول ماكو أصحاب العصابات الميليشيات هذول، لأنه يردون. تدري الصين تعرف شلون يشتغل؟ مثل هاي عقد المدارس، ياخذ شغله بمليار يعطيك اياها بنص مليار وينهزم، هو يكيف عليه. فهذول يقشمرون الشعب العراقي عزيزي. ماكو واحد، اسمح مني، ماكو واحد يستطيع ان يؤثر على شركه سيمنز. لا مستشار المانيا، لا البرلمان، هاي شركه عالميه مستقله. هذه مو بحاله تجي، تعرف شنو المشكله بينهم وبين سيمنز؟ ودور وطلع وياك احد وزراء الكهرباء وقول له كون وطني مره واحكي الحقيقه. ايش تطلبون من سيمنز من ترحون تتفاوضون؟ يطردوهم طرد. تدري موظف في سيمنز ما يقعد ويا اي مسؤول عراقي. تأبى نفسه ان يقعد له ويا واحد يقول له، واحد قال له من سيمنز، انا احد زملائي المهندسين نقل لي بكل شفافيه وبعث لي اياها كوثيقه. يقول له الالماني، يقول له انت ما تستحي، جاي من هناك شعبك يتلظى من الحر، ها، وجاي بايق فلوسه وجاي تساومني انطيك كوميشن، تفضل اطلع برا. ترى هذا السبب الاساسي استاذ دجم، تاكد. انا مو دفاعا عن سيمنز وعن غيره، لا، هاي شركات عظمى عزيزي، شركات عملاقه. شنو تجي انت فاوضها على 100 مليون الطيني من العقد؟ طبعا ما يقبل ابو الصين يقبل. خليني اقول لك يا بكل صراحه، ابو الصين يقبل حتى بعقد وهمي. وخير مثال، وخير مثال عقد المدارس، خلي يفتح محمد اشاع السوداني، خلي يفتحها خلاص يعني.